diagnosis, investigations, diagnosis, and even the protocol of management. And this indicates that any one of the juniors or even the seniors should obey the strict rule of application of the good history, good examination, in order to reach finally the correct diagnosis and consequently the strict management. It's the time now to complete this so nice team of nutrition. Dr. Dena Jamal, هي مكتوبة جمال مش كده برضو؟ احنا مش في الخليج صح يا دكتور دينا جمال دكتورة دينا جمال she is ان شاء الله is going to enjoy us with her talk a very important talk الحقيقة ketogenic diet a miracle for the kids with seizures شكرا جدا يا دكتور لحضرتك انا بس في البدايه حابه اشكر دكتور خليل عبد الخالق رئيس وحده التغذيه الاكلينيكيه على انه اتاح لي الفرصه ان انا اشترك في المؤتمر الهائل ده والحقيقه حابه اشكر استاذتي وقدوتي ومعلمتي استاذه دكتوره هنا بلغار انا ممتنه لحضرتك جدا حقيقه وفخوره ان انا بنتمي لتيم وحده التغذيه الاكلينيكيه النهارده هكلمكم على الرول اوف كيتوجينيك دايت في التريتمنت بتاع الانتراكتبل سيجرز هحكي لكم على حاله جات لنا عياده التغذيه الاكلينيكيه رنا 1 year old female patient born full term cesarean section second order of consanguineous marriage diagnosed with GLUT1 deficiency syndrome وده هنتكلم عليه في السلايدز اللي بعد كده at the age of 8 months العيانه دي كانت جايه لنا العياده referred من pediatric neurology clinic علشان الانتراكتبل سيجرز السيجرز ما كانتش controlled although ان هي كانت ماشيه على الماكسيمم دوزز بتاعه 3 انتي ايبيليبتكس التشنجات كان نوعها generalized tonic clonic و myoclonic seizures العيانة كانت بتتشنج 5 مرات الصبح وكل مرة بتقعد 5 دقايق تقريبا وبالليل كانت بتتشنج من 2 لـ3 نفس الكلام بتقعد من 4 لـ5 دقايق ايه هو الجلوت 1 deficiency syndrome؟ احنا كلنا عارفين ان المين energy source للبرين هو الجلوكوز السندروم ده عبارة عن autosomal dominant genetic disorder مشكلته في الجلوت 1 transport protein البروتين المسؤول عن نقل الجلوكوز molecules من الدم للدماغ عن طريق blood brain barrier ما بيبقاش عندي شغال فبيحصل لي some sort of energy crisis بنشخصه ازاي؟ طبعا البيدياتريك نيورولوجيست بيشكوا فيه عن طريق السجستيف كلينيكال فايندنجز العيان تقريبا الاعراض بتظهر عليه من الشهر الاول لغايه الشهر السادس بيبقى فيه سيجرز ريزيستنت للميديكال تريتمنت للانتي ايبيليبتكس وبيبقى فيه موفمنت ديس اوردرز احيانا برضو بعض الاطفال بيبقى عندهم ديسيلريشن للهيد جروث لما بنيجي نعمل لامبر بانكتشر نقيس مستوى او الليفل بتاع الجلوكوز واللاكتيت بنلاقيه ريليتيفلي لو بالنسبه للبلوك جلوكوز والكونفرميشن بيبقى بالجينيتك اناليسس بنعمل ازاي المانجمنت للجلوت 1 ديفيشنسي سيندروم طبعا العيان جنب الانتي ايبيليبتيك سيجرز بنحاول نلاقي له حاجه بدل الجلوكوز كانرجي سورس فبيمشي على الكيتوجينيك دايت ثيرابي نرجع تاني لرانا الانثروبوميتريك ميجرمنتس بتاعتها في اول زياره وزنها كان 7 كيلو على الماينس 2 زي سكورز وطولها كان 70 سنتي نفس الكلام على الماينس 2 الويت فور لينث نفس الكلام على الماينس 2 السكال سيركمفرنس كان على الماينس 3 وده بياكد كلامنا في الاول ان بعض العيانين دول بيبقى عندهم مايكروكافالي العيان قبل ما ابدا له الكيتوجينيك دايت المفروض ان انا بعمل له حاجه اسمها بري انيشيشن لابس بطمن فيها ميلي على الليفر انزيمز وعلى الليبيد بروفايل وبعمل بلفي ابدومينال الترا ساوند ليه لان انا هعمل ميجر ترانزيشن من في الدايت بتاعه من ان هو معظمه تقريبا معتمد على الكربوهيدرات ان هو ميلي هيبقى معتمد على الليبيدز او الفاتس عملنا التحاليل رانا وكانت كويسه والبلفي ابدومينال الترا ساوند برده كان كويس بدانا ازاي المفروض ان رانا على سنها تاخد 850 سعر حراريه لما بنيجي نبدا الحميه الكيتونيه لاي عيان مفروض ان انا مش بندفع وبعمل الريشيو اللي هي 3 to 1 ريشيو او بخلي 3 ارباع اكلها دهون والربع نشويات مره واحده لا احنا بندي العيانه ورقه ممنوعات ومسموحات اخصائيين تغذيه عندنا في العياده مشكورين مفروض ان هم بيشرحوا العيانه بالتفصيل ازاي تبدا يعني تقلل شويه النشويات في اكلها وتزود الدهون والبروتين دي صوره بتفرق او بتوضح الفرق ما بين الترديشنال دايت العيان اوريدي ماشي عليه بيبقى تقريبا حوالي 70% منه بروتين وكربوهيدرات و30% فاتس احنا بنعكس الريشيو دي تماما في الكيتوجينيك دايت فبنعمل الموضوع ده بالتدريج
دي ورقة الممنوعات والمسموحات، دي عندنا في العيادة مفروض ان احنا بنديها لمامة العيان وبنفهمها بقى بالتفصيل، اخصائيين تغذية بيقعدوا معاها بالتفصيل يفهموها تبدأ ازاي تزود المسموحات وتقلل شوية شوية في الممنوعات لغاية لما تجيلنا تاني ونبدأ نعمل لها الكلاسيك كيتوجينيك دايت اللي هو 3-to-1 ريشيو. طيب نرجع لرانا تاني، المفروض ان رانا ماشي على 850 سعر حراري، هنحسبهم ازاي؟ بنقسم السعرات الحرارية للبن وأكل. المفروض اللبن اللي رانا هتاخده ده برضو سبيشال فورمولا هي 3-to-1 ريشيو، يعني 3/4 دهون أو 3/4 السعرات الحرارية منه دهون والربع عبارة عن بروتين ونشويات. خدت منه 400 ملي اللي هو احتياجها يعني بالنسبة لسنها، يبقى لنا أراوند 580 سعر حراري من 800 سعر حراري، بنحسبهم إحنا بحسبة معينة وبنوصل للجرامز النهائية. المفروض إن هي رانا ماشية على 54 جرام دهون و22 جرام كربوهيدرات وبروتينز مع بعض. ده شيت الكيتوجينيك اللي عندنا في العيادة، مفروض ان احنا بنكتب اسم العيان وسنه ووزنه والايديال ويت فور ايج والايديال ويت فور لينث، وبنحسب السعرات الحرارية وبنشوف قد ايه منها للبن وقد ايه منها للاكل. دي برضو الحسبة باختصار. ده اللبن اللي هي سبيشال فورمولا اللي المفروض العيان اللي هيبدأ حمية كيتونية بيمشي عليها. لو ركزنا هنلاقي ان الميت ملي فيهم حوالي تقريبا 3 جرام كربوهيدرات وبروتينز و9 جرام دهون. ده الكيتوجينيك بوكلت او كتيب الحمية الكيتونية. الحقيقة الكتاب ده احنا بنديه لكل عيان هيبدأ الحمية الكيتونية، بنكتب اسم المريض والتاريخ اللي جه فيه ووزنه وطوله والحمية اللي احنا ماشيين عليها، سواء احنا بدأنا له بقى 3-1 4-1 على حسب الكلينيكال كونديشن بتاعته. ودي تاني صفحة فيها برضو احنا بنبدأ نكتب له قد ايه ماشي على لبن قد ايه وحضرناه ازاي. والصفحة التانية عبارة عن السعرات الحرارية متقسمة لبروتين وكربوهيدرات وفاتس، علشان لو حبيت اعمل موديفيكيشن في الفولو اب فيزيت ببقى عارفه هو اوريدي ماشي على ايه. في شويه تعليمات او بريكوشنز بنديها للام اللي هي ابنها يبدا حميه كيتونيه. طبعا الميجر ترانزيشن ان يبقى الانرجي سورس بتاعي كربوهيدرات وفجاه اخليه 3/4 دهون بيدخل العيان في شويه اعراض جانبيه كده في الاول، اهمهم انخفاض مستوى السكر في الدم او الهايبوجلايسيميا. فبأكد على الأم ان هي في البدايه خالص قبل ما ندخل في الكيتوزيس تبدا تقيس السكر كل يوم للعيان، ولو لقت أعراض الهايبوغلايسيميا بعلمها إزاي تتعامل مع الأعراض دي. برضو بنبه عليها إن هي لما تروح للطبيب المعالج أو لو حصل أي مشكلة للطفل واضطرت إنها تروح المستشفى، تأكد عليهم إن هما ما يكتبولوش أي دواء في صورة سيرب، لأن يبقى فيه هيدن كربوهيدراتس أو هيدن شوجرز، الأفضل إن هما يكتبولو تابلتس أو دروبس. بنبه برضو عليها انها تخلي الطفل يشرب مية كتير جدا، لان من اعراض الحمية الكيتونية الامساك والحصوات عشان الاسيدوزيس، فلو شرب مية هنتجنب ظهور الاعراض الجانبية دي. وطبعا لازم تعمل لي الاسيتون او شرائط الاسيتون، بعلمها بالظبط ازاي بتقيس ونوصل للون اللي شكله ايه علشان اتأكد ان احنا دخلنا في الكيتوزيس. اخر حاجه بديها بوتاسيوم سيترات. بوتاسيوم سيترات بيبقى بروفيلاكتيك علشان الستونز، عشان رينا الستونز. الصفحة دي موجودة برضو في كتيب الحمية الكيتونية عندنا، بس دي صفحة خاصة بالأهل، فأنا بنبه على الأم سواء هي قادرة تقرأ أو أي حد في البيت قادر يقرأ، يكتب لي لون الأسيتون في البول شكله إيه والسكر في الدم شكله إيه، عدد التشنجات بقت إيه. في الملاحظات بقى بقول لها اكتبي شكل التشنجات اتغير ولا لأ، مدة التشنجات وهكذا. طيب نرجع لرانا بعد 3 شهور بقى، قسنا تاني الانثروبوماتريك ميجرمنتس، لقينا وزنها 8 كيلو 100 بقت على الماينس 1 سنتايل، ونفس الكلام طولها تحسن ما شاء الله بقينا على الماينس 1 سنتايل زادت 2 سنتي، والويت فور لينث على الماينس 1 برضو. بالنسبه للتشنجات بعد ما كانت بتتشنج 5 مرات الصبح ومرتين بالليل، كل مره فيهم بتقعد 5 دقائق، وصلنا ان احنا بنتشنج مره واحده بس كل اسبوعين، والمره دي بتقعد تقريبا حوالي 20 ثانيه، وبالليل ما بقيناش نتشنج خالص. في كل متابعة مع أم العيان إحنا بنتأكد من السايد إيفكتس بتاعة الكيتوجينيك دايت، يعني بنسأله هل مثلا أو بنسأل الأم هل مثلا الطفل جاله إمساك، هل الأتاكس أوف هايبوغلايسيميا كانت كتير، هل هو حصل ريفيوزل فيدنج، ودي حاجة شائعة جدا علشان كمية الدهون اللي في الدايت. وفي نفس الوقت كل 6 شهور مفروض إن إحنا بنعمل متابعة للليبيد بروفايل والليفر فانكشن والكالسيوم كرياتينين ريشيو والسونار على البطن. شكرا. شكرا دكتورة ياسمين، وبرحب بالدكتورة سناء يوسف أستاذتنا جميعا.
يعني حضرتك منورانا ومنوره المؤتمر. ودكتوره ياسمين، اهلا دكتوره ياسمين. هقدم دلوقتي وسام علي، هي واحده من فريق الاخصائيين التغذيه عندنا في العياده، وهتقدم لنا اخر محاضره. الحقيقه ان وجود الفريق ده معانا يعني فارق جدا جدا في الريزلتس. هم بيطوروا لنا، اللي بيترجموا اللي الاطباء بيكتبوه بيترجموه الى واقع تقدر الام والاب يطبقوه. تفضل يا وسام، هتكلمنا على bringing numbers to life. قول لنا بقى. شكرا لحضرتك يا دكتور. انا وسام علي، اخصائيه تغذيه في عيادة التغذيه الاكلينيكيه في مستشفى بوريش، من ضمن تيم اخصائيه التغذيه سميه ابو النجا واسماء محمد. اهم واجباتنا في العياده ان احنا بنستميت النيوتريشنال انتيك فور ذا بيشنتس باي تيكينج 24 اور ريكول لليوم اللي قبله، او ممكن ناخد يومين او ثلاثه كمان من اللي قبلهم على حسب اليوم بيبقى طبيعي للطفل ولا لا. بنتاكد ان هو يوم طبيعي، ما كانش تعبان، ما كانش مثلا معزوم في فرح، ما كانش الانتيك بتاعه في اي مشكله. وبنقارن الانتيك ده بالريكويرمنتس بتاعته اللي هو المفروض ياخدها من كالوريز وبروتين وفات وكارب. في نفس الوقت بناخد برضه 24 hour recall للactivity screen time والsleep time والjunk food أو السويتس اللي ممكن الطفل يبقى بياخدها. من أهم مهمنا إن إحنا بنفهم الأم كويس جدا إزاي الhealthy plate أو الطبق المتوازن المفروض الطفل ياخده في كل وجبة. وبرضه بنعمل دايتس لمختلف الحالات، زي ما دكتورة مروة صدقي قالت إن مفيش دايت معين بيبقى لكل الحالات. هنتكلم على الأربع examples اللي الدكاترة شرحوهم: celiac dyslipidemia, cystic fibrosis و ketogenic diet. نرجع بالذاكرة كده شوية دكاترة بعد إذنكم. محاضرة الدكتورة مروة علي: dealing with celiac patients as dietitians. احنا أهم حاجة طبعاً إن هو يبقى gluten free diet، دي ما حدش هيختلف عليها، بس الفكرة احنا إزاي نعلم الأم إن هي تتجنب أي hidden gluten، مش بس بيبقى في البروسيسد فود، ممكن يبقى في الطحينة، الفول والطعمية اللي بيشتروها من برة، أوقات بيبقى فيها كمان عيش مبلول، الكفتة، الحاجات دي كلها، فراينج أويل كونتامينيتد ويت جلوتين كونتينينج فود، كل الحاجات دي ممكن تسبب للطفل نفس الأعراض تاني اللي تعب منها. دي ورقة الممنوعات والمسموحات اللي بنحاول نفهمها كويس قوي للأم، وإزاي تقرأ الليبل اللي على كل منتج مصنع يبقى جلوتين فري أو خالي من الجلوتين. ده نموذج 1600 سعر حراري، حساسية قمح، مقترحات الوجبات فطار وغدا وعشاء، طبعا عاملينها يعني أقلها اقتصاديا علشان كل العيانين تبقى متاحة بالنسبة لهم، وفي نفس الوقت خالية تماما من أي سويتس أو أي جونك فود. بعد كده الديسليبيديميا، من أهم مهمنا مع عيانين ديسليبيديميا describing the best way to follow suitable diet and trying to avoid any high fat content أو أي جونك فود. ازاي بنعمل الدايت ده؟ ان اهم حاجه برسنتج الفات ما تعديش ال 25% من التوتال كالوريز. بنركز ان احنا نزود البولي انساتوريتد فاتي اسيد والمونو انساتوريتد فاتي اسيد، ونقلل ساتوريتد فات بقدر الامكان، بالذات في حالات الهايبر تريجليسرايدز. بنحاول نخلي بالنا من كواليتي الكارب ان هي تبقى لو جلايسيميك اندكس علشان الولد ما يدخلش في مشاكل تانية. ده الكتيب بتاعنا لامراض ارتفاع الدهون. كل البيشنتس اللي عندهم امراض ارتفاع دهون بيبقى معاهم الكتيب ده. اهم حاجه ان هو بيبقى مع العيان في اي مكان، بيبقى مكتوب فيه من اول ما دخل العياده وزنه وطوله والحاله الصحيه بتاعته والفولو اب بتاعه وكل حاجه، علشان في حاله ان الطفل ده او الام راحت لاي مستشفى تانية او اي عياده برايفت، يبقى الناس كلها عارفه حاله الطفل ده ماشيه ازاي. وده نموذج 1000 سعر حراري ارتفاع دهون بالحسبه اللي قلت عليها لحضراتكم من شويه. cystic fibrosis زي ما دكتورة ياسمين برضو اتكلمت 40-40-20. طيب cystic fibrosis لازم يبقى فيه في الأول إرشادات وتعريف بالمرض كده، وطريقة العلاج الطبيعي الأم تعرف تعملها في وسط اليوم عادي للطفل علشان تحاول تساعده إن هو يتخلص من الميوكاست الزيادة. وفي نفس الوقت في بدائل للدهون الصحية، أكيد 40% مش هديله كلها saturated fat، إحنا هنديله دهون صحية بما إن نسبة الدهون رفعت معانا. ده كتيب cystic fibrosis برضو نفس الموضوع، ان هو بيبقى فيه متسجل الاسم والوزن والطول وتاريخ المرض كله من اول ما دخل العياده وكل الفولو اب بتاعه. ده نظام 1800 سعر حراري cystic fibrosis، مقترحات الوجبات افطار وغدا وعشاء، مكتوب فيه النسبه بتاعته البروتين فات كارب،
اهم حاجه في السيستيك فايبروز ان احنا بنركز قوي ان كل وجبه يبقى محسوب فيها كونتنت الفات بتاعها علشان جرعه الكاريون اللي ما تتلخبطش فيه، وبتبقى بارقام ثابته يعني 5 10 15 ما يبقاش رقم صعب ان هي الام تحسب فيه جرعه الكاريون. الكيتوجينيك دايت زي ما دكتوره دينا برضو اتكلمت، على بال ما البيشنت يجي ونعمل التحاليل ونتاكد ان هو هيدخل حميه الكيتونيه ما بيدخلش ثلاثه الواحد مره واحده. احنا في الاول بنديله ورقه الممنوع والمسموح وبنفهمه كويس قوي ان هو الام تبتدي تزود الدهون تدريجيا في الاكل وتقلل النشويات الصريحه زي العيش والرز والمكرونه والحاجات دي كلها، وطبعا السيمبل شوجرز ممنوعه تماما. كتيب الكيتوجينيك دايت ده زي العقد اللي ما بيننا وما بين البيشنت، بيتسجل فيه كل حرف حرفيا علشان الكيتو بيبقى ملخبط شويه علشان الدنيا ما تبصش معانا. الورقه اللي على اليمين دي بتاعتنا احنا، بناخد 24 اور ريكول وبنحوله لجرامات بروتين فات كارب وكالوريز وبنقارنها بالريكومندد المفروض الطفل ياخده في الوقت ده. الورقة التانية اللي على الشمال دي بتاعت الأهل، بيسجل فيها من بداية الحمية الكيتونية ازاي مشي، على ازاي سجل أسيتون وجلوكوز وعدد تشنجات وأي ملاحظات تانية سواء تشنجات وقتها قل أو حصل أي مشكلة تانية للطفل لا قدر الله، بيتسجل فيه أي ملاحظات الأم لاحظتها. كل الكلام اللي الدكتورة دينا شرحته بتاع قياس الأسيتون في البول والسكر في الدم وأعراض الهايبوغلايسيميا وإزاي الأم تتعامل معاها، كل ده مكتوب في الكتاب بطريقة مبسطة إن الأم تقرب تفهمها وتطبقها بسهولة. Bringing numbers to life، إزاي بقى الحسبة والأرقام دي كلها بتتحول لوجبة بسيطة الأم تعرف تطبقها وتتعامل بيها يوميا مع الطفل. إحنا عاملين exchange لطيف قوي البروتين، كل الحاجات دي موزونة بالجرامات ومتقربة بالمعالق الكبيرة أو الصغيرة، فيما يعادل 6 جرام بروتين، وهنا النشويات نفس النظام فيما يعادل 1 جرام نشويات، والدهون 10 جرام فات. كل ده بنحاول نجمعه بقدر الإمكان ونعمل منه وجبات نطلع منها بالكيتوجينيك دايت بلان. ده الإكزامبل بتاعنا، 1000 سعر حراري كيتوجينيك دايت، كل وجبة فيها 25 جرام فات، 4.5 جرام بروتين، 4 جرام كارب. Thank you. شكرا دكتورة وسام. الحقيقة أنا ليا الشرف وسعيدة جدا إني أكون مع هو ابني يعني بس مجازا دكتور خليل عبد الخالق، والحقيقة ابني أيوه ابني صغير الكبير مقام طبعا، وأتمنى له كل التوفيق وإن شاء الله كل سنة مؤتمر أكبر وأنجح كل سنة بإذن الله. و I think إن إحنا كده دي نهاية الجلسة، هنختم الجلسة وبهني الدكتور أحمد بدر كمان والدكتور صلاح. محمد صلاح فين؟ مش موجود في المؤتمر التاني؟ في مؤتمر تاني، تفضل. بشكركم جدا على حضوركم في الوقت ده، دكتورة سناء، دكتورة ياسمين وأسامة. عارف ان انتوا جايين من بلاد بعيدة ومناطق بعيدة، وعارف ان ياسمين هي اللي اخرت دكتورة سناء، معلش انا عارف، وربنا يخليكم ليا وربنا يخلي الايكو سيستم بتاع البيدياتريك نيوتريشن كله والجي اي والعيادات المختلفة. زي ما انتوا شايفين ان احنا شغلنا جزء منه او اغلبه از مالتي ديسيبلينري، احنا علاقتنا بالعيادات، احنا وي ار ذا بيز لاين، هنقول ان احنا الزيت بتاع الموتور، يمكن العيادات الثانيه هي البنزين بس احنا الزيت. لو ده الزيت ده مش موجود كل حاجه هتقع وكل حاجه هتفرط ريجاردليس ايه اللي اتعمل. ف يعني ثانك يو فور كيپينج ذا انجينز موفينج. الفريق الصراحه انا شهادتي بقى مش مجروح، انا الجرح كله يعني، بس حاجه تفرح، حاجه رائعه، الكومنتس من الفلور كلها ان حاجه يعني تفرح، فثانك يو فيري ماتش. بعتذر جدا عن الخلل في الجدول، بس لسه كنت بقول ان لو ما حصلش خلل يبقى انت مش في مصر، فبعتذر بس اي مانج ماي اكسبكتيشنز وبعتذر عن التاخير الغير مقصود، وثانك يو فيري ماتش. وننهي الجلسه ونبتديها على طول بعد الصلاه ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا.
اهم حاجه الصوره.